وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرح. فرح تلبية نداء الله لزيارة بيته الحرام، تزينت الحاجة فتحي النجار بأجمل الثياب ونقوش الحناء لاستقبال جيرانها وأقاربها وأحبائها لمشاركتها فرحتها وتوديعها. أول مرة يعني بنروح نحج، والحمد لله رب العالمين رزقنا فيها بعد سنين طويلة، والحمد لله ما كنت مريضة، وتمنيت من رب العالمين كل ما يؤدي لي ده أقول يا رب يا رب، والحمد لله رب العالمين الله رزقني فيها. يودع هؤلاء النسوة حاجتهم بطقوس وعادات تراثية فلسطينية، خاصة بالنساء، توارثنها عن أجدادهن، تعرف باسم التحنين، حيث يجتمعن ويرددن الأهازيج والمدائح والتواشيح الدينية التي تعبر عن شوق الجميع لأداء فريضة الحج. إحنا بنغني غناني فرحانين إبها عشانها بدها تروح تحج. مراسم الوداع هنا لا تقتصر على النساء فقط، وإنما يشارك فيها الرجال أيضاً للتأكيد على أنه لا توجد فرحة أعظم من فرحة الحج إلى الديار الحجازية، وجميعهم يقفون على طلب واحد هو الدعاء لهم في الرحاب المقدسة أن يكتبها الله لهم. هذا يوم مشهود، يوم تاريخ، يوم حافل نتجمع من خلاله الإخوة والأخوات والأحباب والأصدقاء والجيران والنسايب، كلنا رجال ونساء وفي الحارة من أجل إسعاد الحجة. وصيتك خواتك يا جيدة يوم تالى. مراسم وداع الحجاج لها أثر نفسي بالغ على الحجاج، كونها تخفف عنهم مشقة السفر وترك الأهل والأحباب، وهي مناسبة اجتماعية تذوب فيها قصص الخلاف بين الفرقاء في لحظات الوداع، وتفتح صفحات جديدة يملأها التسامح والتصافح.